من تنشق عنه الأرض، وأول من يحرق حلق الجنة، وسيد ولد آدم ولا فخر. فلقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا عن تفسير سورة النازعات. يقول الحق جل وعلا: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذه الأقسام التي أقسم الله جل وعلا بها في أول سورة النازعات اختلف المفسرون في تفسيرها على أقوال. فمنهم من قال إن النازعات هي السفن، لأنها تنزع أي تتحرك من مكان إلى مكان. ومنهم من قال النازعات هي النجوم، لأنها تنزع من أفق إلى أفق، يعني هناك نجوم ثابتة وهناك نجوم سيارات. فأما النجوم الثابتة فهي ثابتة، السيارات تنتقل مثلا من المشرق إلى المغرب أو العكس. كذلك منهم من قال إن النازعات هي الملائكة، وهو القول الراجح وهو قول الجمهور، إن النازعات هي الملائكة تنزع أرواح الكافرين بشدة، والناشطات أيضا ملائكة تستخرج أرواح المؤمنين برفق، كأنما نشط من عقال، إن كأنه يقول لك لما تعمل شنيطة أو أنشوطة، حابب تعمل أنشوطة فتفكه كده وروح مفكوك بسهولة ويسر. في حديث ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح إلى البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: انطلقنا في جنازة رجل من الأنصار ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، الجثة لسه ما جاتش وما دخلش القبر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. يعني من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا مؤدبين جدا، ما فيش أي حركة، حتى لو نزل الطير على رأس أحدهم يظن جزع من شدة أدبهم وسكونهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كأن على رؤوسنا الطير ومعه عود ينكت بها، معه زي جدل مثلا ينكت بها يضربها الأرض. ثم فرفع بصره إلى السماء وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوهها الشمس، معهم حنوط من حنوط، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني كناية عن السهولة واليسر. فإذا خرجت لم يدعوها في يده طرفة عين، فيأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، وتخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. هو كان رجل طيب في الدنيا، فكذلك جزاؤه في الآخرة إنه تخرج منه ريح طيبة كحياته الطيبة، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة، يقصدون الملائكة اللي هم موجودين في الأرض. في صحيح مسلم في كتاب الذكر: إن لله جل وعلا ملائكة سيارة، سيارة يعني سيحون في الأرض فضلا ماشيين في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا تفرقوا يعني أهل المجلس صعدوا إلى ربهم يعني الملائكة فيسألهم وهو أعلم سبحانه. طب لماذا يسألهم وهو أعلم؟ يسألهم لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم: إن من هؤلاء الذين وصفتموهم بهذا الوصف
منهم العابدون ومنهم الزهاد ومنهم الصالحون ومنهم العباد ومنهم الحجاج ومنهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، والدليل انتم شفتوه بعينيكم. فيسألهم وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك ويسألونك. قال وما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. يقول وهل رأوا جنتي؟ يقولون لا أي رب. فيقول فكيف لو رأوها؟ يقولون ويستجيرون. فيقول ومما يستجيروني؟ يقولون من نارك يا رب. يقول هل رأوا ناري؟ يقولون لا أي رب. يقول فكيف لو رأوها؟ يقولون ويستغفرونك. يقول اشهدوا أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. بركة الصحبة الصالحة، اختر لنفسك واختر لولدك صحبة صالحة تكون معه. تخيل إن كلب صاحب قوما صالحين فذكر معهم في أعظم كتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكر بأدبه، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، إن الكلب بتاعهم على عتبة الباب، كلب مؤدب ما دخلش معهم، إنما لأدبه عارف مكانه، مكانه فين؟ مكانه على عتبة الباب. فاختر لنفسك واختر لولدك الصحبة الصالحة، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيب؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا، الأستاذ، الدكتور، الزاهد، العابد، الورع، التقي، النقي، الطاهر، بأحسن أسمائه في الدنيا. فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيب؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى هذه السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، ويشيعه من كل سماء مقربوها، لأنه كان من المقربين، فكان من المقربين في الدنيا، كذلك يشيعه في السماء من كل سماء مقربوها حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فيقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه، أي برفق، برفق مش في الحديث، برفق أنا جبتها بمفهوم المخالفة، لأن عند الكافر يقول فتطرح روحه طرحا، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيسألانه من ربك؟ فيقول ربي الله. وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون وما علمك؟ يعني من أين أتاك هذا العلم إن هذا الرجل هو نبيك؟ يقول أنزل الله معه كتابا في أوله الحمد لله رب العالمين وأنا واحد من العالمين فعلمت أن الله ربي. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها وريحانها، ويأتيه ملك حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له أبشر بما يسرك. يقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. يقول أنا عملك الصالح، يعني يقول أنا صلاتك، أنا زكاتك، أنا صومك، أنا حجك، أنا برك بوالديك، أنا صلتك للرحم، أنا قيامك لليل، أنا أمانتك، أنا عملك الصالح، أبشر بما يسرك، أنا عملك الصالح، وهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يعني حتى أبشرهم، أو حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يعني في الجنة. وأما الفاجر وفي لفظ الكافر،
فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة، انقطعت مآكله ومشاربه وأمانيه وأنفاسه، وإقبال إلى الآخرة مقبل على الآخرة، فأنزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، سود الوجوه عليهم المسوح. واحد نوتا يقول لي هي الملائكة بالألوان، في أبيض وفي أسود، لا بقول له من عذاب الله سبحانه وتعالى للكافر إن هو عينه ما تشوفش منظر حلو، ودنه ما تسمعش كلمة حلو، لا يقابل مقابلة حسن، إنما كل أمره سيء، حتى إن الملائكة لا تنزل له سود الوجوه، زي ما البني آدمين فيهم بيض وفيهم سود وفيهم حمر، كذلك الملائكة فيهم بيض وفيهم سود، البيض للمؤمنين والسود للكافرين. سود الوجوه معهم المسوح، المسوح اللي هو اللبس بتاع النصارى يلبسوه الأسود دهوت، يعني يلبسون لبسا أسود، ومعهم حنوط من النار وكفن من النار، ويجيء مجلس ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. ملك الموت يقول لا اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط، إلى غضب من الله وسخط، تتفرق روحه في جسده فينتزعها. كيفية هذا النزع كيف يصوره النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل سيخ حديد فيه ريش كتير، هات صوف مبلول ولفه على السيخ دهوت وشد، ينتزعها من تحت كل ظفر وعرق وشعر، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، وتخرج منها ريح كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض. زيه، هو عاش كده، هو عاش عيشة سيئة، يترك اللحم الطيب ويذهب إلى اللحم الخبيث، يترك المال الحلال ويذهب إلى المال الحرام، يترك المساجد ويذهب إلى القهاوي ويذهب إلى المنتديات، فكان جزاؤه كده إن تخرج منه روح خبيثة، فلا ريح خبيثة، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا، المجرم، اللص، السارق، الزاني، العاق، الغافل، الفاجر، بأقبح أسمائه في الدنيا، حتى يصلون به إلى هذه السماء الدنيا فيستفتحون له فلا يفتح لهم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال وينادي مناد من السماء أن اكتبوا كتاب عبدي في سجين، سجين سجن جوه سجن جوه سجن جوه سجن، مبالغة في السجن، في الأرض السفلى، وأعيروه إلى الأرض فإني منها خلقتهم ومنها وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. قال فتطرح روحه طرحة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هو كان تتنازعه الشهوات، تتنازعه المعاصي، غارق هنا معصية هنا ذنب هنا معصية هنا ذنب، عشان كده برضه تتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم تعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان، يصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذين الملكين فيقول أسود أزرقان يجران شعورهما ويبحثان أو يحفزان أو يحفران الأرض بأنيابهما. عفوا أنا قلت يصف عمر بن الخطاب يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصواتهما كالرعد القاصف، عيونهما كالبرق الخاطف، فيجلسانه ويتلتانه ويطرتانه، يتلتانه ويطرتانه يعني شلوه بدوه في الأرض، ويسألانه من ربك؟ فأقول ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأقول ها ها لا أدري.
فيقولان له لا دريت ولا تليت. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. يقول له أبشر بما يسوءك، أنا عملك السيء، أنا غفلتك، أنا عقوقك، أنا زناك، أنا سرقتك، أبشر بما يسوءك، أنا عملك السيء. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعده أشد منه، القبر أول منازل القيامة، والعبد يعلم هو من أهل الجنة أو من أهل النار من أول كلمة يقولها الملك، من أول حرف يقول أخرج أيتها الروح، أخرج أيتها الروح الطيبة ولا الخبيثة، أط ولا الخ، إذا قال الطيبة استبشر العبد،